جدار أممي قد يوقف مطامح إيران النووية. فوجه المندوب الأمريكي يخفي ارتياحاً عميقاً لما يعده انتصاراً استغرق إحرازه زهاء شهرين من المفاوضات الدؤوبة. وقرار مجلس الأمن الجديد الذي اتخذ بالإجماع يضع نهاية لممانعة روسية وصينية طويلتين، ويفرض على إيران سلسلة من العقوبات المحدودة ولكن القابلة للتجديد مستقبلاً إذا ما واصلت رفضها إيقاف برنامجها النووي. The Council has clearly affirmed its intention to review Iran's actions based on the IAEA report and to adopt further measures if Iran has not complied fully with its obligations. وعلى الرغم من أن القرار يفرض عقوبات على الشركات العاملة في مجال تخصيب اليورانيوم، فإنه لا يحمل تهديداً باستخدام القوة. Please take note of the fact that it's Article 41. So the resolution, both in its current language and what it is foreseeing for the negative development of the circumstances, is ruling out the use of force. وبدا أن الدول العربية المتخوفة من الوقوع بين مطرقة إيرانية محتملة وسندان أمريكي صلب اتخذت خطا دبلوماسيا تماهى مع تصويت باقي الأعضاء. أن من حق إيران أن يكون لها برنامج نووي سلمي مثل أي دولة أخرى، لكن يجب يكون في وضوح، وذلك حتى حفظا على المصالح الإيرانية، لأن الآن إذا كانت هناك مفاعلات نووية ذرية، تعلمون ما خطر هذه إذا كان تسبب لها أي إذى. أما صاحبة الشأن إيران فقد عبرت عن موقف قديم ممتعض من تعدد مكاييل أقوياء العالم، واختارت تحويل الأنظار إلى ترسانة إسرائيل النووية التي أخرجها أولمرت من غياهب الإنكار حديثاً. The reaction of the Security Council to the Israeli regime's unlawful possession of nuclear weapons will show whether the Council is even considering to act as it is obliged to under Article 24 of the Charter on behalf of the members of the international community who have made their views on this issue abundantly clear. أريد لهذا اليوم أن يكون يوم إيران، وهكذا كان. وبعد شهرين سيكون لها موعد آخر في القاعة ذاتها للتحقق من التزامها بالقرار. أحمد دياب من أمام مقر مجلس الأمن، نيويورك.